في مسابقات الأندية الحدث ما تم هذا الأسبوع مباراة الوداد البيضاوي وإنيامبا نيجيري في ذهاب الدور ما قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وإلى ذلك حل صباح اليوم فريق إنيامبا نيجيري بالدار البيضاء وخاض حصة تدريبية بمركب جلون وسط تعتيم إعلامي، والصور التي نشاهد هي للفريق النيجيري بمقر إقامته بأحد فنادق العاصمة الاقتصادية، والصور كانت من إنجاز زميلين عبد الصمد والشيبة وكفاح نيته.